في مباراة لا تقبل القسم على اثنين وفي غياب الجمهور بسبب العقوبة، استقبل فريق شبيبة بجاية نجم القليعة. الفريقان مهددان بالسقوط، وهو ما زاد من حرارة اللقاء. عكس ما كان منتظرا من الشبيبة، نجم القليعة يأخذ الأسبقية، حيث لم تمضي 10 دقائق حتى تمكن الدرع من فتح باب التسجيل بعدما رد جبرات المحاولة الأولى الثانية في الشباك. هذا الهدف حرك كبرياء أبناء يماغوريا الذين تأكدوا أن أي تعثر آخر سيقذف بهم إلى رابطة الهواة، وهو ما لمسناه عند اللاعبين. تطام وبعمل فردي يقدم كرة في العمق لبساحة، هذا الأخير ينطلق كسام ويسدد في الزاوية البعيدة معدلا النتيجة في الدقيقة 15. هذا الهدف حرك الآلة الهجومية لأبناء ستيفان التي كانت فعالة في الدقيقة 40، حيث نفذ تطام كرة ثابتة تجد جهل ممضيا الهدف الثاني. هدف حاول زملاء جبارات المحافظة عليه، وهو ما كان إلى غاية نهاية الشوط الأول. في الشوط الثاني أدخل المدرب ستيفان زغلي من أجل إنعاش الهجوم وإبقاء الضغط في منطقة نجم القليعة، وهو ما كان في الدقيقة 54. زغلي وبتسديدة قوية يمضي الهدف الثالث للشبيبة والعاشر له هذا الموسم. هذا الهدف قتل طموح القليعة الذي أفل نجمه في هذا اللقاء رغم تقليصه للنتيجة في الدقيقة الأخيرة عن طريق أمقران. هدف لم يكن كافيا لأبناء موسى دحمان الذي عليه التدارك في المباراة القادمة إن أراد البقاء، فيما تنفس زملاء زغلي جرعة أكسجين ولو لحية.